في حلقة اليوم نستعرض لكم أفضل 5 ألعاب بدون إنترنت. أهلاً في أبتكار. والبداية مع سوبر ماريو ران، واحدة من الألعاب التي أحدثت ضجة كبيرة عند نزولها قبل سنتين، وفي مدة وجيزة تجاوزت 100 مليون تحميل على جوجل بلاي. هي النسخة الأصلية للعبة ماريو القديمة على نينتندو، برسومياتها الكلاسيكية وطريقة لعبها المسلية وقصتها الخيالية وشخصيتها الأسطورية. طريقة اللعب بسيطة وهي نفسها التي تتكرر في نفس ألعاب ماريو. عليك أن تنهي كل المراحل التي ستواجهك من أجل إنقاذ الأميرة بيتش من الوحش باوزر. فهل تستطيع ذلك؟ اللعبة متاحة بالمجان على أندرويد وآي أو أس. ثانياً، ستار نايت، لعبة قتال ومغامرات برسوميات وجرافيك مشجع جداً لإكمال اللعبة. عليك أن تتحدى نفسك لإنجاز كل المراحل والمستويات وجمع أكبر عدد من المجوهرات من أجل الوصول إلى القمة. الأمر لن يكون سهلاً، فعليك أن تتخطى مئات المراحل، وفي نهاية كل مرحلة يجب عليك القضاء على الوحش الذي تزداد قوته في كل مرة. هذا بغض النظر عن بيئات اللعب المتنوعة والخطيرة التي عليك أن تتأقلم معها كلها بسرعة. اللعبة متاحة بالمجان على أندرويد وآي أو أس مع مشتريات بداخلها. ثالثاً، كات إت، أكثر ألعاب الألغاز والذكاء التي استمتعنا بلعبها أثناء تجربتنا لها. عليك رسم خطوط مستقيمة لقطع الأشكال المتاحة بطريقة تسمح لك بالحصول على النجوم المطلوبة منك، وبهذا ستنتقل إلى المرحلة الموالية، وهكذا يمكنك الاستمرار في حل المراحل اللانهائية باستخدام عقلك وذكائك. هذا سيساعدك كثيراً على تدريب وتحسين التفكير المنطقي لديك في الفيزياء. اللعبة متاحة بالمجان على أندرويد وآي أو أس مع مشتريات بداخلها. رابعاً، ماجيك رامبيج، ستنال إعجاب مواليد التسعينات والثمانينات الذين يبحثون عن لعبة تعيد بهم الزمن إلى الماضي. فاللعبة تأتي برسوميات وموسيقى وطريقة لعب بسيطة وكلاسيكية، من الواضح أنها مستوحاة من أشهر ألعاب القديمة مثل ميجا مان وكاستلفانيا. هناك 6 بيئات لعب مختلفة في اللعبة، كل بيئة لعب تشكل مرحلة عليك أن تنهيها بأقل الأضرار والخسائر من خلال القضاء على كل الوحوش الذين سيواجهونك. اللعبة متاحة بالمجان على أندرويد وآي أو أس مع مشتريات بداخلها. خامساً، ماد زومبيز، يبدو أن الزومبي بمختلف أنواعهم يحاولون السيطرة على الكوكب، وأنت الوحيد من تستطيع إيقافهم. سيتم تسليحك بالبنادق والقنابل وغيرها من الأسلحة التي يمكنك من خلالها مقاتلة الزومبي، وما عليك أنت إلا أن تبدأ اللعب وتقوم بالتصويب نحو الهدف، وتحاول قدر الإمكان قتل كل الزومبي الموجود للانتقال للمراحل المتقدمة الأخرى. اللعبة تتميز برسومياتها الواقعية والجيدة مقارنة مع حجمها ومتطلبات تشغيلها، وهي متاحة بالمجان مع مشتريات داخلها للأندرويد. انتهينا من عرض الألعاب، الروابط تجدونها أسفل الفيديو. انتظرونا الأسبوع القادم مع الجزء الثاني. إلى اللقاء.